بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب. فيديو سريع كده عايز اكلمكم فيه على الاثر المرعب للنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز على الكدني. الحقيقه فيديو مهم ولازم تبقى عارفه، عشان الان سيد استخداماتها بقت زي الحلويات، الناس بتاخدها زي الحلويات كده. فلما اجي اتكلم على تاثير الان سيد على الكدني لازم اذكر ثلاث نقط رئيسيه بتعملهم الان سيد على الكدني، والثلاثه فيري دينجرس، ممكن يودوا العيان للاكيوت رينال فيلير بمنتهى السهوله جدا، خصوصا لو كان عنده البري ديسبوزنج فاكتور اللي بتساعده على كده. اول نقطه ان الان سيد معروف عنها ان هي بتعمل فازو كونستريكتور على الافرنت ارتريول. كلنا نعرف ان لو دي الكدني بتاعتنا اهي، الكدني دي جواها نفرون، صح كده؟ النفرون ده بيبقى داخل له ارتريول بالمنظر ده كده، عشان الفلتريشن وعشان نزول الفلتريت داخل النفرون وتكوين اليورين بعد كده. فالافرنت اللي داخل ده ربنا خلقه واسع عشان يحسن البلاد فلو ويدخل بلاد فلو كويس جدا لمنطقه الجلوميرلس هنا، وبالتالي ينزل الفلتريت، فسيادتك كليتك تتخلصك من اليوريا والكريات ومعظم الويست برودكتس سواء ميجور توكسنز او ماينور توكسنز. فيجي الان سيد ويقوم عامل فازو كونستريكتور في المنطقه دي، فيقطع الرينال بلاد فلو وياثر على الرينال بلاد فلو بنسبه كبيره جدا، وبالتالي هياثر جدا على الجي اف ار. وما دام اثر على الجي اف ار يعني اثر على الفلتريشن، ده بالتالي كمان هيعود على العيان ان هتتراكم عنده الويست برودكتس واليوريا والكريات بنسب معينه على حسب بقى حاله العيان وقتها ووضع الكلي عنده عامل ازاي في الدم. ده على المدى الطويل هيعمل دامج في الكلى وهيأثر على النفرون فانكشن، وبالتالي يودي العيان بسرعه الصاروخ انه بعد كده ممكن يجي له اكيوت رينال فيلير. ده مش بس كده، مش بس لما عمل هنا فازو كونستريكتور على المكان ده هو قطع الرينال بلاد فلو ومنع الفلتريشن، ده مش بس منع الفلتريشن، يعني القصه هنا ان انا مش بس قللت الفلتريشن يا شباب، لا ده انا عملت حاجه تانية كمان. انا لما بقطع الرينال بلاد فلو السيلز بتاعت النفرون اللي هي السيلز بتاعت المسؤوله عن الري ابزوربشن بتاعت النفرون اللي هي السيلز بتاعت التيوبيول هيبدا يحصل لها درجه من درجات الاسكيميا، وبالتالي تدخل معاك في نكروزس، فتحصل ظاهره اسمها اكيوت تيوبلر نكروزس. واحده من الاسباب برضو للاكيوت تيوبلر نكروزس ان عيان حصل له نقص في الرينال بلاد فلو، وساعتها الان سيد هو المتهم. فالان سيد بيقلل الفلتريشن من ناحيه، وبالتالي يؤثر على المدى الطويل على عمر النفرون، من ناحيه ثانيه بيكسر التيوبيول فيعمل على المدى الطويل حاجه اسمها اكيوت تيوبلر نيكروزس، ودي من الحاجات الخطيره الحقيقه. اكيوت تيوبلر نيكروزس واحده من اشهر الاسباب اللي بتعمل اكيوت رينال فيلير. النقطة الثانية أنا يعني بذكر النقط سريعا، لكن الكلام ده احنا بنشرحه بتفاصيل جدا، بس بقولها سريعا بس عشان تاخدوا المين بوينت في الموضوع. الان سيت كمان بتعمل ايه؟ الان سيت بتعمل حاجة اسمها انترستيشال نفرايتس. يعني ايه انترستيشال نفرايتس؟ يعني لو دي الكدني بتاعتك اهي وده النفرون بالمنظر ده كده، ربنا خالق يا جماعه هنا كده سيلز حوالين النفرون اسمها الانترستيشيوم سيل، ليها فانكشن طبعا مش موضوعنا. الان سيلز بتيجي تعمل ايه؟ الان سيلز بتيجي تدغدغ الانترستيشيوم سيلز دي، تكسرها. المشكله ان تكسير الانترستيشيوم سيل دي مش هيعدي بسهوله، بيكسر معاه كمان خلايا التيوبيولز كمان، يعني بيكسر معاه التيوبيول بتاعت النفرون، وده على المدى الطويل برضه هيجيب للعيان اكيوت رينال فيلير برضه، لانه انت كانك بتدمج النفرون يعني. فالان سيد مش بس بتقطع الرينال بلاد فلو، ومش بس بتعمل اكيوت تيوبلر نيكروسس وبتكسر خلايا التيوبيول، ده بتكسر كمان الخلايا المجاوره للتيوبيول اللي هي الانترستيشيوم سيل، هيترتب عليها الدمج كمان في التيوبيولر سيل بتاعت النفرون، وبالتالي توتال دمج للنفرون، وبالتالي اكيوت رينال فيلير. انتوا متخيلين انا قطعت الرينال بلاد فلو ادي درجه، اتنين كسرت خلايا التيوبيول بميكانيزم ونزلت بميكانيزم تاني كسرت خلايا التيوبيول تاني، اللي ناقص كده في النفرون الموجود في الكلى اللي هو الفانكشن يونت اللي بيقوم بالوظيفه، اللي ناقص الجلوميرلس، حتى الجلوميرلس مش هيعتقها، هينزل على الجلوميرلس ويعمل فيها دامج الجلوميرولو نفرايتس، ودي برضو ليها باثولوجي واسع كده بنبقى نشرحه في الكورسات. بس المهم ان الكدني ضربت التيوبيول وضربت الخلايا المجاوره للتيوبيول وضربت الجلوميرلس كمان، يعني الفانكشن يونت اللي هي النفرون، الفانكشن يونت بتاعت الكدني اللي بتقوم بكل الوظائف بتاعه تكوين اليورين للاسف انضربت بفعل الان سيد. ولذلك يا جماعه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج من اخطر الادويه اللي ممكن تديها او ممكن تاثر على الكدني. الان سيدز مش معظم الناس فاكره ان تاثيرها اكتر بيكون على الاستومك اللي هو بيعمل بيبتيك السر للعيان، وده فعلا حقيقي ولكن الاثر الاخطر والاثر الميجور اللي لازم تاخد بالك منه والتيك ان كونسيدريشن دايما عندك وانت بتدي ان سيد للعيان، ان ماذا عن الكدني فانكشن بتاعت العيان؟ ماذا عن ايه يا جماعه؟ الكدني فانكشن. فعلى قد ما تقدر لو محتاج تدي ان سيد للعيان وينفع انك تديه توبيكال،
في حاله مثلا او حاجه ينفع دي توبيكال دي توبيكال، ينفع تقلل الجرعه حاول تقلل الجرعه، ينفع تحول العيان او تشفت العيان على الباراسيتامول اللي هو برده مش امن حاجه بالمناسبه على الكدني، هو برده له توكسيك افكت، يا ريت تعمل كده وتقلل الجرعات وتقلل الديوريشن لاقل فتره ممكنه. وبصفه عامه المسكنات توصف از نيدد فقط، المسكنات تتوصف از نيدد. اذا لما اجي اكلمك على ان سيدي نور في دماغك دايما، الايفكت على الكدني هيكون اخباره ايه او تاثيره على الكلى هيكون اخباره ايه. هي دي المشكله اللي لازم تحطها في حسبانك وتفكر فيها دايما، مش بس تاثيره على الاستمك او تاثيره على المعده انه ممكن يجيب بيبتيك السر للعين. دي نقطه مهمه جدا حبيت اقولها لكم في فيديو سريع، وان شاء الله تستفادوا منها باذن الله. خلاص اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني جديد بمعلومه جديده. كان معكم دكتور حمدي، سلام عليكم.